هيصدر ولا هيعلن عنه يوم 24/4؟ احنا اعلنا عنه سبقنا. هيعلن عنه ان شاء الله ب 24/4. الالبوم للناس الكبار حيكون حلو. احنا ما نسمع مني إلون. حلو احنا ما نسمع، احنا من الصغار. لا لا مو قصدي للناس الكبار بالعمر، لا بل انا على فكره اللي شجعني على الالبوم أيوة. من الناس الصغار الشباب. اللي بعمري الصغار بعمري ايوه يعني. ايوه حبينا احنا صغار. لا لا ما عن جد يعني كثير الشباب هيك بيقولوا لي يا ريت تعملي لنا كاسيت لايف مثل ايام سوبر ستار. حلو. وانا اساسا بحب غني لايف، يعني ما بحب غني ابدا بلاي باك او يكون باستديو، فحنعمل لهم كاسيت مرتب باذن الله. هل حيتضمن اغاني للنجم او العملاقه صباح والاستاذ صباح فخري ايضا سيدة مياده الحناوي وديع الصافي كلثوم وديع الصافي سلوى قطريب حلو حمام. جميل. وهذا حيصدر مثل ما قلتي حيغنى لايف حيتصور، حيكون في معي فرقه تقريبا من 50 عازف حتكون ايوه حتكون مصوره. حلو. لحتى كمان يكون انا عندي ارشيف اكثر شوي بهذا بالنسبه لاطلالاتي على التي في. ايوه. في حال لما اكون انا غايبه ككليب بكون هو موجود هذا على الشاشه الناس عم تشوفه. أيوة. أيوة. خبريني تجربه كثير هامه ايضا وجميله تجربتك مع النجم الكبير الفنان عاصي الحلاني اللي ان شاء الله في مطلع الاسبوع المقبل حيتم تصوير اغنيه ديويتو صحرا صحرا صح. حتكون مع المخرج عادل سرحان. ايوه طبعا انا عادل صورت من اسبوعين تقريبا كليبين كليب لاغنية اسمه شو سهل الحكي. أيوة. كلمات والحان سليم عساف توزيع ناصر الاسعد، اغنية بلا حب كلمات والحان مازن ايوبي توزيع ناصر الاسعد كمان. هذا من الاصدار الجديد. هدول بالاصدارات الجديدة لسه ما انطرحوا صراحة. أيوة. يعني هلا ببداية الشهر ان شاء الله ببلش عرضوا على الفضائيات. اوكي. وكمان بنكون احنا صورنا صحرا الشرق. خبريني اكثر عن هذه التجربه، ايش كيف شو مضمون مضمون هذا العمل؟ هل رومانسي؟ بدوي. بدوي حلو. يعني اللون البدوي اللي الناس تعودت على عاصفي اللون الشعبي واللي لقلتش. ايه يعني كثير بحس انه تناسبنا كاصوات بالديو. كيف تم الاتفاق على هذا العمل؟ كيف تلاقيتوا مع بعضكم؟ صراحه انا كنت مشاركه مع عاصي باحد البرامج وهو طلبني، يعني حلو. طلبني بالاسم اني انا كان موجوده معه والحمد لله كانت حلقه كثير حلوه. صحيح. غنينا بوقتها يعني لسميره توفيق وهيك غنينا شيء قديم. أيوة. بوقتها قال لي انه حابب يكون في شغل وهيك، واكيد انا ما حارفض لانه فارس الامم العربيه مانو ايا كان عاصي طبعاً. شخص كثير مهم طبعا والحمد لله تكلل نجاح، يعني تكلل بالخير والنجاح هذا الديو. أيوة. الناس كثير حبته واللي شجعنا كثير هو الناس انه صوروه انه حابين يعملوا هذا الشيء. الكليب حيكون كثير حلو صراحة لأنه حيتصور بأماكن كثير حلوة وحيكون حتى القصة كثير حلوة. نقدر نسمع شوي منها؟ طبعا يا ليت. قال بس بدي عاصي. نقدر نجيب حد من الشباب. يلا شو مين صوته حلو؟ ترى لقيتك في صحراء الشرق عبو كفيا وعقال وخيل نعالات برق برق جبينك عالي ما بينطال لقيتك بصحرا الشرق عبو كفيا وعقال وخيل نعالات برق برق جبينك عالي ما بينطال. الله الله عشتي وايد حلو، يعني ما لازم تحرمينا وايد فترات طويله من هذا الصوت الحلو ترى. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ايضا تجربه ثانيه دويتو مع العملاق وديع الصافي، خبريني كيف تم اختيار، يعني انا وغيري كثير يوم يسمعوا رويده غنت هيدا لبنان، ليش رويده؟ ليش ما هي مطربه لبنانيه بنفس المستوى الصوت انه تطرح هذه الاغنيه مع عملاق مثل وديع الصافي؟ وكمان بدي اعلق عشان صراحه بهذا الموضوع انه ليش انا غنيت لبنان؟ ايوه كثير صار في حكي كمان على هالموضوع، انا غنيت سوريا اكثر ما غنيت لبنان، يعني انا غنيت سوريا اكثر من مره، لبنان غنيته مره ايوه بس غنيته مع حدا كثير مهم. ايوه 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 مع استاذ وديع الصافي. أيوة. اختصرنا كل شيء. أيوة. صار انا كشخص بعتبر انه في فضل للبنان علي كاسم. صح. كاني انا موجوده على الساحه الفنيه. صح. صح. بس انا دائما بقول اللي ما بينطلق من بلده ولا ممكن ينطلق من اي بلد ثاني، وانا اللي قدمت لي اياه سوريا ما حدا قدم لي ابدا. أيوة. ودائما بفتخر باني سوريه صراحه. طبعا بالنسبة لهيدا لبنان، كثير ناس قالوا ليش ما غنى مع حدا لبناني؟ بالضبط. استاذ وديع الصافي نشأته وطلعته كلها كانت بسوريا.
ايوه ناس انت طلعتي قاعده تتكلم من لبنان، اعتبرنا انه احنا عم نعمل مثل وصل للاجيال، انه يكون هذا الفنان الكبير اللي سوريا قدمت له كثير شغلات مهمه، انه انا كمان اقدم له شيء، واني انا اغني معه بديو بيجمع بيعمل يمكن فينا نقول لبنان الحلو. ايوه فهذا اللي صار، واستاذ وديع هو اللي اختارني يعني، ما انا والله كنت اللي اكيد انا كنت حابه كثير اكون مشاركه مع استاذ وديع الصافي، لانه كثير ناس حسدتني طبعا صراحه، وكثير ناس قالت عشان شي الناس قالت ليش اشمعنا رويده ما غيرها، يعني لهذا السبب بيتهيأ لي انه لاهميه هذا الشخص ولاهميه هذه النوعيه من الاغنيه. يعني صراحه انا اجتمعت باستاذ وديع، وهي الاغنيه ما كانت ديو صراحه، كانت اغنيه بس لاستاذ وديع كان بدي اقدمها، وسمعني وقال لي انه حابب تكوني انت موجوده معي. يعني انا قال لي شيء اني انا انحني طبعا قدام هذا الجبل الكبير طبعا، ولسه بحلم اني غني مع اساس صباح فخري. حلو ان شاء الله. يعني بقول الحمد لله عم مسيرتي الفنيه صحيح صغيره، بس بعتبر انه كنت مع ناس كثير مهمين، مثمرة. ناس كثير كان لهم محطات مهمه بحياتي، بقول لسه عنا الهرم الكبير كمان استاذ صباح فخري الله يطولنا بعمره يا رب، بتمنى اني اتعامل انا وياه ونعمل ديو. هل تم لقاء بينك وبينه يعني مؤخرا؟ دائما استاذ صباح فخري دائما صراحه. وما ما طلبتي هذا الطلب؟ والله ولا مره هيك خطر على بالي، بس لانه عندي شغله بدي اقولها، ليش ما بخطر على بالي؟ اني بخاف منه والله عن جد انا بخاف منه، يعني بخاف كثير، مع انه يعني يعني شخصيته تحت يعني ولا افضل منه. ايوه استاذ صباح فخري عنده كاركتر مهضوم بشكل غير طبيعي، يعني الناس اللي بتشوف على الكاميرا ما بتصدق انه أيوة. يكون بهال يمكن المزح والضحك، لانه هو كثير جدي على المسرح. صحيح. بس يمكن اذا ما خفت انا من صباح فخري بكون في شيء غلط عندي. ايوه يعني يفترض اني انا اكون كثير خايفه، لانه يمكن هذا الخوف من تقديرك له في اخر في اكيد اكيد انا بفتخر باستاذ صباح فخري والله العظيم، لانه مدرسه كثير كثير مهمه. خفتي مقابل العملاق وديع الصافي؟ ايه طبعا في البدايه طبعا خفت. أيوه. كثير. ايوه استاذ وديع مرحله ثانيه كمان من مهمه بالفن، بعتبر انه هن من العصر الذهبي. صحيح. هدول الاسماء اللي انا عم بذكرهم، لما بدك تكوني معهم لازم كثير تحسب حساب لاي شيء تعمليه. صحيح. وانا من الناس على فكره بحياتي العمليه بحسب حساب اي شيء بحياتي، لانه اذا عم فكر كون بصمه بالفن ويكون اسمي مثل اساميهم، لازم كثير دير بالي على تصرفاتي وعلى اي شيء. ان شاء الله اكيد احنا من خلال من عبر جريده بلا ورق نتمنى انه يكون استاذ صباح فخري سامعنا، ويمكن يكون وينها حلو عليك، وان شاء الله أكيد. يتم هذا اللقاء. بريحك شوي وباخذ مشاهدينا فاصل، واكيد حنواصل معاكم ومعنا